هذه الوقفه، هذه الوقفه الثانيه جاءت بناء على الدعوه التي قدمت بها الجامعه الوطنيه للصحه الاتحاد المغربي للشغل. للاسف كنا نتمنى انه الوقفات الاولى اللي كانت وقفات جد ناجحه على جميع ربوع المملكه، كنا كنتمناو على انه الوزاره تحقق معنا حلول او تفتح معنا حوار جاد من اجل حل جميع المشاكل القائمه داخل القطاع. الى الاسف تلقات الجامعه الوطنيه للصحه من بعد ديك الوقفات دعوه من السيد وزير الصحه الى انه الوفد ديال الجامعه الوطنيه للصحه اللي كان مشارك في هذا الحوار تبين له بالملموس ان السيد وزير الصحه يريد الالتفاف ولا يريد ان يجد حلول حقيقيه مع الجامعه الوطنيه للصحه، ويريد ان يجعل من الجامعه الوطنيه للصحه ملحقه تابعه له، الا ان الاخوان المشاركين في الحوار رفضوا انهم الحضور لهذا الاجتماع هذا اللي بان لهم حوار لن يؤدي الى شيء، لذلك قاموا بالانسحاب من الجامعه الانسحاب من الوزاره ودعوا الى وقفه احتجاجيه ثانيه. ونتمنى ان هذه الوقفه هذه انها تلقى الصدى عند وزير الصحه ويرجع معنا جاده الصواب ويلقى معنا الحلول الناجحه. انت ما كتشوف الاخوان كيفاش واقفين، كلهم كلشي واقف لانهم كيحسوا بواحد الضغط رهيب، وكنتمنوا من هذه القرارات التجاريه اللي خداها السيد الوزير التراجع عنها في هذه الظرفيه الحساسه التي يعيشها الوطن، ان هاد الناس هادو اداو ما عليهم ومازال كيأديو، والضغوطات مازال عليهم ومازال لحد الان انتم كتشوفوا الارتفاع ديال العدد ديال الحالات الوبائيه، والناس كيواجهوها بكل شجاعه. كنتمنوا السيد الوزير انه هذا المجهود هذا ما يلقاش يمشي هدى، ونتمنوا انه يرجع معنا لجاده الصواب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بيان سور حنا كاطر صحيه حاليا حنا كنطالبوا اول حاجه توفير لوسائل الحمايه، اول حاجه كنطالبوا مثلنا بحال مثل جميع القطاعات بعطل ديالنا سنويه. حتى حنا مواطنين حنا عندنا الحق نرتاحوا مع وليداتنا، نرتاحوا مع عائلاتنا ديالنا شي شويه، وكنطالبوا بيان سور بتحفيزات ماديه.